الحقيقه انا خايف اقول كابتن رضا عبد العالي يقعد في البيت، لان الحقيقه شفنا الفتره اللي فاتت اخر يومين لما قعد في البيت وطلع بفيديو من البيت تطاول بشكل مؤسف الحقيقه على روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، ويعني كميه اساءات ومصطلحات والفاظ، يعني انا مش عارف يعني هل احنا خلاص اصبح قدرنا ان محدش يقدر يقرب من كابتن رضا عبد العالي؟ يعني الحقيقه الفقره دي واحنا بنتكلم عنها انا شايف ان احنا بنتناول حاجه كده زي مهرجان سينمائي، بس انا مش هقول اسم المهرجان، او لو يعني تجاوزا قلنا الفنون العشوائيه، لان الحقيقه اللي بيتقدم ده هو شو بيتم الاتفاق عليه قبل ما نطلع هوا، احنا عارفين احنا هنعمل ايه وهنتخانق مع بعض ازاي وهنتطول على بعض ازاي عشان نوصل في النهايه ان الناس تشوفنا. ليه؟ لاننا ما عندناش اصلا اي معرفه، ما عندناش اي موضوعيه، ما عندناش اي منطق، ما عندناش حجه، ما عندناش علم، ما عندناش دراسه، ما عندناش حاجه. طب نعمل ايه؟ نعمل الشو ده، نتفق على شو نعمله، حتى لو اننا هنهين بعض، حتى اننا لو هنطلع مش سامعين مين بيتكلم اصلا. يعني انتوا وانتوا بتتفرجوا على البرنامج ده عاده يعني انا بتكلم ثم فارس بيتكلم، فارس بيتكلم ثم انا بتكلم، والتداخل بيكون في بعض الامور البسيطه جدا اللي بيخدم اصلا على الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. لكن فكره الخناقه اللي بتحصل عشان نعمل شو، ده الحقيقه المفترض يعني يكون له وقفه، لان ده طالع بعيد قوي 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 عن فكره حتى العشوائيه. طيب ده كلام مرسل؟ لا، تعالى اوريك فيديو وقول لي انت سمعت ايه وطلعت منه بايه وفهمت ايه، ومين اللي بيتكلم هنا ومين اللي بيتخانق هنا ومين اللي بيشد هنا ومين اللي بيكذب هنا، عشان الفقره دي مش هدفها فكره ان الناس بتتكلم كلام موضوعي فاحنا جايين نرد بموضوعيه. احنا الحقيقه لا، احنا جايين نكشف الفقره دي، جايين نكشف الشو ده، جايين نقول للمسؤولين عن الاعلام الرياضي كفايه كده، والنادي الاهلي مش هيكون هو بطل الشو ده، ولا هنقبل ان يكون النادي الاهلي هو بطل الشو ده، بنعمل اللي علينا لعل الباقي يعمل اللي عليه. تعالوا نشوف الفقره دي اللي هي الفنون العشوائيه اللي بيقدمها هذا البرنامج، ونرجع نعقب بعد الفيديو ده عشان عندنا كلام مهم جدا. مش كل ما حد يقول لك حاجه تقوم ضارب له عشان يخاف، انا ما بجيبش ورا. لا 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 انا ولا ده انت اول الحلقه، بس هتقوم قايل ده اول الحلقه قعدت تطبل تطبيل يا راجل. لا 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 انا بقول حق ربنا. لا ده انت طلعت هتقول لك الاهلي كابتن اللي في الدقيقه لغايه 90 كان ولا زال. النهارده يا هو النهارده ثواني بس يا كابتن رضا، النهارده الاهلي كسبان، هو انا بجيب اختراع. ايوه يا حبيبي الاهلي النهارده كسبان امتى يا كابتن؟ لا يا حبيبي لولا الطرد كسبان في الدقيقه ايه يا حبيبي؟ لولا الطرد ما كانش هيكسب. لا بلاش حجج. لا والنبي دي حجج وحياه ربنا، دي حجج مدربين. ده الشوط الثاني دي حجج مدربين فشل. لا يا حبيبي اسمعني، لا يا حبيبي انا بقول لك ان النهارده لاعب افرض له واحد كور من اللي هو المساكين اللي هو من اللعيبه اللي هي الاساسيه، هو انا الحجج الاساسي الاثنين اللي كانوا مع قفشه اللي هو مش طويل. ايوه عشان في قفشه عارف ده، ما قفشه عمره ما لعب دماغه. ده قفشه يعني اعتقد ان اول هدف في حياته يجيه بدماغه من ايام لما كان بيلعب في الناشئين. ده حقيقي. تيجي بقى انت تقول لي ان حاله الطرد. ايوه طبعا ده الكلام ده ما راحوش يا ابني للجون الشوط الثاني. انت بتتفرج على ماتش ثاني يا كابتن؟ انا بتكلم على الهدف. خليك انت في الصحافه، بتكلم على خليك انت في الاخبار، خليك انت في الاخبار، انت واحنا في الصحافه والاخبار يا كابتن رضا. عجبني قوي الشو والدور اللي قايم بيه مقدم البرنامج، والله ما مصدقينك. ادائك فيه اللي انت بتعمله والاتفاق اللي انت بتعمله ده، هو الحقيقه انت بتتفرج على ماتشات ثانيه، ده حقيقي. الحقيقه ان انت ما تتكلمش في الكره اللي قاله رضا عبد العال، ده حقيقي. قصص كتيره جدا، الحقيقه ان انت بتطبل لاي حد غير النادي الاهلي، ده حقيقي. كلام كتير جدا بيتقال في الخناقات دي، زي ما اتقال له مثلا ده حاجه مدربين فاشلين على كابتن رضا عبد العال، ده حقيقي. انت مدرب فاشل، ده حقيقي. فاشل يعني ايه؟ يعني ما حققتش نتائج، مسكت فرق نزلت بيها درجه ثانيه. ما حدش طالب بان انت مثلا تبقى بفرقه بتنافس من اجل البقاء في الدوري وتتكلم عن انك تصعد، انك تاخد في المربع الذهبي، لا على الاقل ابقى افضل في الدوري. في مدربين بنوا نجاحاتهم على انهم قادرين يطلعوا بفرق من مناطق الهبوط لوسط الجدول، وعادي جدا وبيتقال ده نجاح لان انت حققت التارجت للفريق. مش بنقول لك ان انت لو ما خدتش بطوله تبقى مدرب فاشل، لا، تارجتك ايه؟ في فرق داخله تارجتها البقاء في الدوري. المدير الفني قدر ان هو بالفرقه دي يبقى في الدوري، ده حقق التارجت منه، ناجح. لكن القصه
ان انا بقول لك انا مش مصدق الشو والدور اللي واخده مقدم البرنامج عشان يعمل لنا شو، ان مقدم البرنامج ده نفسه مع صفاره الحكم قال لك فوز النادي الاهلي وفي ضربه جزاء لسيراميكا ما اتحسبتش. طب ازاي يعني؟ انا عايز افهم ازاي. هو انت ما فيش مرايه قادر تتعامل من خلالها مع شخصيتك؟ يعني منين تطلع على وسائل التواصل الاجتماعي وتقول ان فوز النادي الاهلي في وجود خطا تحكيمي فادح وهو عدم احتساب ركله جزاء لسيراميكا، وتطلع هنا جاي تدافع ضد اللي بيقول لك في اخطاء تحكيميه في طرد اللاعب المستحق وتقول له اصل الفوز جاي في الدقيقه والاهلي كسبان واحنا بنتكلم؟ شو يا جماعه؟ والله والله شو بيتعمل. الحقيقه لو الشو فضل في القصه دي وبعيد عن النادي الاهلي احنا مش هنتناوله خالص، ولا في دماغنا ان احنا جايين نتكلم ونقول لجماهير النادي الاهلي خدوا بالكم من الشغل اللي بيتعمل، لان جماهير النادي الاهلي عندها من الوعي اللي يماثل اضعاف اضعاف اللي عند المجموعه اللي بتقدم الشو ده. هو كل واحد مستفيد بطريقته، هو مستفيد ان هو بيتشاف، مستفيد جدا ان احنا بنتكلم عنه هنا في قناه النادي الاهلي، ولكن احنا هنا مش بنتكلم عشان نقول الحقوا ده كلام كذب، لا احنا بنتكلم عشان نواجه رساله اعلاميه. اما انا ان يتوقف هذا النوع من الاعلام؟ يعني مفيش حد مسؤول يقدر يتدخل لايقاف هذا النوع؟ هو ده السؤال اللي احنا جايين يا فارس نطرحه من الفقره دي، لا جايين نتكلم موضوعي لان هم كلامهم مش موضوعي، ولا جايين نرد بدليل وحجه لان هم يفتقدوا كل دليل وكل حجه. ده حقيقي. عشان كده يا جماعه مهم جدا ان انا احط نقطه نظام. ايه هي نقطه نظام في اللي انتوا بتسمعوه ده؟ ان انا بعتذر لكل حد بيشوفنا ان هو بيتفرج على الماتيريال ده، ولكن في حاجه مهمه وده شيء مهم جدا نبقى فاهمين واحنا بنتكلم في الفقره وقبل ما نتناول اللي بيتقال نفسه، ان اي امور تاريخيه اتصلحت، اي اخطاء، اي حاجات فجه، اي اطروحات كانت خاطئه او اطروحات يعني مسيئه كان بدايه اصلاحها هي رصدها، ان انت ترصد الظاهره السلبيه للمسؤول عشان يعالجها، والا مش هتتعالج. لو هي ظاهره مجرده بعيده عننا كاهلي خلاص هنيجي هنا ممكن اتكلم انا واسامه مع بعض بره الهوا ونقول والله يا جماعه الناس دي بص بتقدم المحتوى المسيء ده ازاي والولا حاجه اللي بتتقدم لساعات دي ازاي، ونقول خلاص ملناش علاقه، والله اللي يتكلم يتكلم، اللي يحاسب يحاسب اعلاميا ما يخصناش. انما اما وان النادي الاهلي يبقى هو المحور وهو الماده القصبه وهو المحتوى اللي بيتقدم وبيتعمل عليه الشو وكان النادي الاهلي ده مستضعف، لا انت عايز تبني اساءاتك والمحتوى الغير اعلامي والتطاول والتهريج اللي بيحصل ده على حساب النادي الاهلي وعلى حساب مقدرات النادي الاهلي وعلى حساب اسم النادي الاهلي وعلى حساب السيره الذاتيه للنادي الاهلي؟ لا يا سيدي. عايز تحلل حلل بس باحترام، تعال اتفرج على سكاي سبورتس، تعال اتفرج على بين سبورتس، تعال اتفرج حتى على هنا لو بنتكلم محليا ربما نختلف مع بعض المحللين في اون تايم في رأي نختلف، عندك قناة النادي الاهلي بتتفرج عليها ولكن في النهاية انت بتختلف في رأي، بنجيب الناس هنا نختلف حتى في رأي او في معالجة، انما ده يا جماعة لا له علاقة لا برأي ولا بإعلام ولا بحاجة، اساءات. انت نفسك وانت قاعد بتسمع ما عرفتش تخرج بحاجه غير ان واحد بيقول لواحد انت فاشل والتاني بيقول له انت بتطبل، كل ده عشان في حاجه على الترابيزه اسمها النادي الاهلي هي اللي معمول عليها الشو. فهنا رساله، وقدرنا في النادي الاهلي وقدرنا لانه كبير وقدرنا في قناه النادي الاهلي وبرنامج الاهلي خط احمر ان احنا نتناول ده ونرصد ده للمسؤولين ونقول لهم بصوا بصوا شوفوا اللي بيتقدم، وقدرنا نقول للعقلاء اوعى تاخد خط احمر زي اللي فيه خناقه معدي من بعيد، فاتنين ماسكين في بعض فواحد واقف في النص بيقول يا جماعه اللي انتوا بتعملوه ده شيء غير اخلاقي، فاللي معدي من بعيد بيقول لك بص الراجل على اللي بيسلك بص، او اللي بيقول ما ينفعش بص الراجل اللي واقف في الخناقه، لا احنا ناس مش واقفه في الخناقه، احنا ناس بره وبترصد لك المشهد وبتقول لك عشان ما تشوفش زي اللي هنعرضه لك، عشان ما تشوفش شيء مش موجود في اي محتوى رياضي في العالم، نطلع نسمع اللي هيتقال وركز في التفاصيل وركز في الجيم وقول لي ده اعلام ولا مش اعلام لما نرجع بعد ما نشوف الفيديو. انت لسه مش فايق يا ابو الدهب ولا ايه؟ ايه؟ انا حاسس ان انت الوقت قاعد بتحضر ارواح. بص يا ابو الدهب، بص يا كمونه، بص انا بقترح عليكم الاستوديو ده يطلع على قناه النادي الاهلي. ليه يا كابتن رضا؟ ثلاثة كده اطلعوا كده على، لان انا حاسس ان انا بتفرج على قناه النادي الاهلي. ايه اللي حصل يا كابتن بس؟ ايه اللي حصل؟ لا بصراحه كلام مش مقنع، كلام
يعني تفضيل غير عادي. ليه يعني ليه؟ هقول لك على حاجه. مين يا كابتن؟ هتسمعني ولا اقفل؟ اتفضل يا كابتن اتفضل. انا داخل اقول كلمتين. اتفضل. احنا كده مش برنامج البريمو، احنا كده برنامج استوديو النادي الاهلي. انا زعلان منك يا رضا. ليه يا سمر؟ تقطع فينا واحنا زمايل في البرنامج، تقول لي انتوا عاملين زي الجماهير وعاملين كل واحد ليه رايه وعاملين نحلل. انت عارف ان احنا انا اكبر اهلاوي في مصر بالعربي بقى، لكن انتماءاتي خارج الاستوديو. طول ما انا هنا بحلل اللي انا شايفه من وجهه نظري، زي ما انت بتبقى قاعد جنبي محدش يقدر يفتح بقه معاك، لسانك قد كده بتقطع في اي حد. انما بتتكلم النهارده على موسيماني والكابتن حلمي عملوا ماتش حلو قوي قوي. انت مالك ومال المدربين وبعدين تقطع فينا احنا اللي احنا زمايلك؟ هسألك سؤال يا هو الراجل شايف ان انتوا يا جماعه يعني ما بتقولوش الحقيقه، مع ان انتوا كل واحد بيقول اللي جواه وضميره. سمير هسألك سؤال. اتفضل. بما يرضي الله وحياه ولادك. اتفضل. قبل ما اعمل مداخله وقبل ما انتوا تطلعوا، اشمعنى بتسأل سمير؟ طب ما تسألنا انا. لا استنى بس، انا بكلمه عشان قصه ثانيه. انت قصه ثانيه. اتفضل يا كابتن. واخد بالك؟ مش والاهلي كان خسران، انت مش قلت لي تعالى عشان النهارده؟ ده انا اللي قلت لك مش سمير. قلت لك تعالى نعمل حلقه حلوه ونتكلم فني ونفضل قاعدين مع بعض. قلت لك الوقت مش هيسعفني. انت عايز ايه يا كابتن رضا؟ قلت لي اعمل مداخله. عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز ايه من الكلام؟ والله فعلا. لا سبحان الله، اقول لك على حاجه بقى. سبحان الله، وانا بقول له تعالى الاهلي جاب جون التعادل، وانا بقول له اركب العربيه الاهلي جاب جون الفوز. صح ولا نفسي مره تقول مبروك للاهلي؟ الفيديو ده والكلام اللي فيه اللي ربما البعض وهو بيتفرج عليه يضحك، ده كوميديا سوداء. ده حد طالع لا يحترم المشاهد، مش ما يحترمش زمايله، زمايله يقبلوا على نفسهم ده ان طالع بيقول له انت بتطبل وانت كذا وانت كذا وهو متقبل. ده تتعلق بشخصيات واحترام الاشخاص لذاتهم، ربما انت لا تحترم ذاتك فده شيء يخصك، كل انسان بينظر لنفسه، ولكن المشاهد مش عليه ان هو يسمع ده، ومش مفترض يسمع هذا الخطاب، ان انت تتصل بزملائك عشان بيقولوا راي فني هيخص النادي الاهلي فتقول لهم انتوا بتطبلوا. يا جماعه ده ما بقاش موجود في العالم، ده نوع من المحتوى الاعلامي لا يقدم، ثم جمله في غايه الخطوره. جملة في غاية الخطورة، لأن هي تمس كل حد داخل النادي الأهلي وقناة النادي الأهلي. لما أقول أصل أنت لو بتطبل مكانك النادي الأهلي أو قناة النادي الأهلي، لا مع احترامي، إحنا هنا بنقدم محتوى، هنا بنقدم إعلام، إحنا 5 سنين على الشاشة عارفين يعني إيه معايير وأكواد إعلامية. مفيش مرة تجاوزنا الأكواد الإعلامية. إنما إن الناس تبقى بتسمع هذا المحتوى، لا، هنا مكان للرأي مش مكان للتطبيل. مكان التطبيل ومكان الشو اللي هنقوله بعد كده، لان كان في جمله والله العظيم تبلك شاشات، والله العظيم تبلك شاشات، اللي هي لما اجي اقول لزميلي اصل الاهلي كان متاخر فانتوا كلمتوني وقلتوا لي تعالى ده الاهلي متاخر وهيبقى عندنا كلام حلو وبتاع، كانت هتبقى حفله وكل واحد من الحب الجانب واضرب ولاقي والنادي الاهلي خسران فهنعمل فيلم. انما النادي الاهلي كسب، فاضطر اللي قاعدين في الاستوديو يدوا الاهلي قليل من حقه. فكرت ارهاب، انتوا بتطبلوا، انتوا كنتوا قايلين لي تعالوا نقطع شويه، ايه ده؟ ويرجع اسلام صادق ومحمد فاروق والناس دي تكلمك عن اعلام. اعلام ايه يا جماعه؟ اعلام ايه يا جماعه؟ اعلام اللي بتكلمونا عنه؟ ده انت مفترض تقف تتكسف تقول كلمه اعلام، مش توجه رسائل وتقول اصل ده واصل ده اعلاميا. انت بتقايم اعلاميا الذنب بالمحتوى اللي انت بتقدمه ده، انت المفروض تبقى خجول من نفسك، والله العظيم مفترض تبقى حزين ان انت راجل بتسيب التاريخ ده اعلاميا، ده لو يصنف تاريخ يعني. بص كمان في نقطه مهمه جدا لكابتن رضا عبد العال دايما بيقولها، دايما قالها قبل كده مع مقدم برنامج مش محمد فاروق التاني، قالها معاه وقال له ما تطولش بعد كده في الانترو تاني، انا هنا الناس جايه تتفرج عليا، ما حدش جاي يتفرج عليه. قالها وتقبلها، اللي قال لك انا ما بجيبش ورا. قال له انت بتطلع تقول كلام كذب على الشاشه، قالها وتقبلها. قال النهارده لزمايله انتوا اساسا ما حدش اتفرج عليكم، انا وجودي هو اللي بيخليكم او بيخلي الناس تشوفكم، قالها. الغريب في الموضوع ان الناس مع كامل احترامنا، وانا عمري ما بزايد على اهلاويه حد، كل واحد بيحب النادي الاهلي بالطريقه اللي تحلو ليه، وانا ما عنديش القدره ان انا امنح حق الاهلاويه انت اهلاوي بشرطه ولا انت اهلاوي بس، انت حر. انا ما عنديش القصه دي، لكن انا مندهش جدا لما يقول اصلا كنت بكلمه فجالي تليفون وانا بكلمه في التليفون الاول اتعادلوا،
فبكلمه في التليفون تاني، جه الجون التاني ما كنتش يعني كنت عايز ما اتكلموش او زعلان ان حصل فوز للنادي الاهلي. الحقيقه الفقره دي انا قبل كده طلبت طلب، يعني يمكن ناس قالت طلب غريب، ولكن انا بتوسل للساده المسؤولين عن الاعلام ان اي حد يطلع على الشاشه يتعمل اختبارات ذكاء قبل ما يطلع على الشاشه. في اختبار كده ستانفورد بينيه للذكاء يكون اجباري على كل حد بيطلع على الشاشه بيقدم برنامج. ليه؟ لان لازم نحترم الشاشه ونحترم المشاهدين، ولازم نصدر ناس للواجهه الاعلاميه يكون عندهم قدر ولو متوسط من الذكاء. الاختبار ده لو حصل والله العظيم والله العظيم احنا هنقعد فقرات كتير من اللي احنا بنجيبها دي مش هنشوفها اصلا. ليه؟ لان مش هيطلعوا. ليه مش هيطلعوا؟ لان هم بيعترفوا على نفسهم ان هم لا يمتلكوا الذكاء. كلام مرسل؟ لا مش كلام مرسل. تعالوا نشوف الفيديو ده عشان عندنا تعقيب مهم جدا بعد ما نشوف الفيديو في البرنامج اللي عامل شو بيتم الاتفاق عليه وواخدين النادي الاهلي بطل هذا الشو. نشوف الفيديو ونرجع معاكم. كابتن رضا بيقول كلام ما ينفعش يتقال على الهواء خالص خالص. بيقول درر اقسم بالله. هعمل ايه ما معايا اتنين اغبيه عمال اجيبهم يمين؟ لا اتنين يعني سمحهم تقيل. سمحهم تقيل عمال اقول له كذا يقول لي كذا، اقول له كذا يقول لي كذا. احنا بقينا على الهواء حضرتك. ما طب هنعمل ايه طيب؟ ما انت اللي بتبدا. انا برضه السبب. اما انت بتبدا. انا بقول خلاص مين الاثنين اغبيه؟ لا مش لا هو بيتكلم على حد. انت مش كنت هنا امبارح اللي جابك النهارده؟ ايه؟ مش كنت هنا امبارح اللي جابك النهارده؟ حضري عشان اشوفك واشوف سامي. عارف انت باعترافاتهم؟ باعترافاتهم الامور واضحه. تخيل لو المقترح بتاعي ده تم الموافقه عليه. هنشوف الفقره دي؟ مش هنشوفها. فبالتالي ايه؟ بالتالي ريحنا المشاهد وريحنا المتلقي وحسنا صورة الإعلام الرياضي الحقيقة، لأن الفقرة دي إضافة إنها شو بيتعمل، فحتى الشو بيفتقد لمعايير الذكاء. ده باعتراف جزء من البرنامج، يعني جزء من البرنامج بيتكلموا. هتقول لي أصلهم بيهزروا والكلام بهزار. أنت شايف يا فارس إن الكلام اللي كان حاصل ده كان هزار؟ بص يا أسامة، يعني للأمانة أنا حزين أصلاً ان احنا بنعرض كلام ناس متقبلين على بعضهم النوع ده من الحوار قدام ملايين. شيء صعب جدا والله. يعني عارف فكره بتيجي لحظات والكلام بيتعرض يا اسامه تحس ان انت زعلان قوي انك بتعرض الكلام ده بيتقال، بس تيجي تكتشف ان هم نفسهم مش زعلانين من ده. ده حقيقي. فانت هتكون عندك معايير وضوابط للشخص. لا ومش احن عليهم من لا أنفسهم. طبعا يعني هو بيعمل ده عشان يتكسب منه او فرحان بالشو او فرحان بالمشاهدات لان ما فيش محتوى. فبالتالي ولكن انت عارف فارس قبل ما تكمل بالتالي دي انت عارف احنا لو محتاجين نحزن بجد فنحزن ان احنا بنتكلم عن ناس ارتدت تيشرت النادي الاهلي. وعشان كده المفترض كانوا يحافظوا على القصه دي ويحافظوا على انهم لاعبين سابقين في النادي الاهلي حققوا بطولات مع النادي الاهلي ما يعرضوش نفسهم للموقف. والله يا اسامه عشان كده انا متعلق معتقد ان الموضوع مش متعلق بالذكاء لان هو ده نوع من الرغبه. هو عايز يقدم ده فهو مش مدرك. هو مدرك ولكن الموضوع يتعلق بالاخلاق. هل انت تقبل ان ده يكون محتوى اعلامي؟ هل انت تقبل ان انت كمقدم برامج اتنين الناس تسيء لبعض بالشكل ده؟ هل ده اصلا بيحصل على الشاشه في اي حته؟ اعتقد صعب جدا. ولكن هل ده كان على سبيل الهزار او المصادفه؟ نشوف الفيديو ده عشان نعرف هذا المحتوى الاعلامي واصل ليه. الى اي مدى انت راضي النهارده عن اداء النادي الاهلي وقرارات او اداره سواريش للمباراه وفقا للظروف اللي بيمر بيها النادي الاهلي؟ مش هكمل الحلقه. وطبعا رضا طبعا غلط فينا انا والدهب. احنا مش اغبياء. واحنا كنا اغبياء هو كمان غبي يعني ما بيفهمش. اطلع وكده عيب عشان كده ما ينفعش. لا دي مش اول مره. لا معلش معلش ومره بوشين ومش بيت من وشين هو ب100 وش مش بوشين وغلط فيا كذا مره. ايه ده؟ ايه ده؟ يعني بجد والله ايه ده؟ يعني هو قال لهم شتمهم. انا والله ما قادر اقول عليهم اللفظ ده يعني عذرا والله كباتن كبار وفي النهايه يعني انا ما اسمحش لنفسي ان اقول على حد كده. ان قال لهم اللفظ ده فكملوا ضحك
بعد كده طلعوا في الفاصل صعبت عليهم نفسهم، فرجع قال له انت اللي كذا وبميت وش. ايه ده يا جماعه؟ وايه ده؟ والناس دي بترجع بعد كده تتكلم عن اعلام ويقول لك اصل النادي الاهلي واصل الناس اللي بتتحرك واصل الناس اللي الاهلي بيقول لها. يا ابني احنا بنقدم رساله اعلاميه وبنقدم محتوى وبنقدم فكره وبننبه من هذا النوع الاعلامي، وده انا بقول فكره والله العظيم ابقى وخير من الكلام في الكوره. تخيل كل اللي احنا اتكلمنا فيه وتحليل هذا الرصد لهذه الظاهرة الإعلامية المقيطة والمشوهة والمسيئة لأي حد إعلاميا، والله العظيم هي رسالة أهم من أي شيء تاني. ولو ساهمنا إن حد بص وقال إن ده ما ينفعش يظهر على شاشة وما ينفعش يكون موجود تاني، فأنا شايف إن احنا قدمنا اللي أهم بكتير جدا من الكلام في فوز وخسارة وكلام في حاجات كتير جدا. فأتمنى الرسالة اللي كانت هدفنا النهاردة في الفقرة دي تكون وصلت للمكان اللي هو مفترض توصل له، ويشوف إن هذا المحتوى غير إعلامي وغير موضوعي وغير مهني، وكمان لا يقبل أبدا 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 إن هو يكون على جثة النادي الأهلي، لأن النادي الأهلي قادر إن هو يرد وقادر إن هو لا يقبل أبدا من خلال إعلامه هذا التطاول وهذه الإساءات.